الوطنية المخصصة للالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في شبه الطبي تميزت هذه السنة بدعمها لولايات الجنوب عن طريق فتح المجال للتكوين المتربصين لدعم قطاع الصحة بالجنوب. ميكروفون رحمة حملات. عندنا 10765 مقعد بيداغوجي على المستوى الوطن، عندنا 1189000 فاليدي توفرت فيهم الشروط حسب النصوص القانونية المعمول بها، منهم 2210 لولاية الجزائر. هي سيونس علوم طبيعية، شيء كان كومبليكي وراني دايخة وحط راسي مع ستيلو. إن شاء الله بون كوراج، إن شاء الله برك نخدمو ونلقاو بوست. شوية ستريس شوية خوف، مي سافا، لي سوجي كانوا في متناول الجامع. الحمد لله، إن شاء الله ننجحو.